هذه المناسبة هذه خرجنا التلاميذ من المؤسسة ننفتحوا على المجتمع، خرجناهم لهذه القاعة هذه تاع الشهيد حمليل حتى الطفل والتلميذ يبدل الأجواء من يخرج من المؤسسة. هذا اليوم الوطني للمعوقين 14 مارس، البعض والكثير من الناس يظنوا باللي 14 مارس هذا مخصصينه للشطيح والرديح ونتفكرهم غير في 14 مارس. انا بالنسبه لي نشوف العكس، باللي 14 مارس هذا كل سنه او 3 ديسمبر اليوم الوطني للمعوقين رايح يعطينا دفع للمسيره للامام. باسم المدرسة مدرسة الأطفال المعاكسة معين، اليوم في هذا الحفل البهيج تطرقنا إلى عدة نشاطات منها مسرحيات، رقصات تربوية، أغنيات إيمائية قدمها الأطفال سواء بنات أو ذكور، كبار أو صغار، وإنهم كلهم براعم يمثلون الإعاقة، بل ليست الإعاقة بل هو تحدي وهو أمل. نقول لهم كل شيء مبروك وكل عام وانتم بخير. والله غير ما شاء الله راني فرحان، مالقري راني مريض وجيت نحضر معاهم. والله غير ما شاء الله، لا فرحانين وانا فرحان لانني كنت انا اللي نظمها وراني فرحان ونعاود نرجع ان شاء الله. ان شاء الله. إن المكتب الولائي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين وكطلبة جامعيين كنخبة للمجتمع أردنا أن نساهم ولو بمبادرة أعتبرها جد متواضعة. إن هذه الجوائز جد جد متواضعة من المكتب الولائي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، أردنا أن نساهم ولو بشيء قليل جدا. في هذا الاحتفال على شرف هؤلاء البراءة من مدرسة السم الأطفال المعوقين سمعين في احتفالية متميزة وسط فرحة الأطفال وسط البهجة التي عاشوها طيلة هذا الصباح.